وإذا كانوا جماعة عراة فأن يسطى على جماعة من قطاع الطرق ويسلبون ما لديهم من لباس ويدعونهم عراة فإنهم يصلون جماعة، لكن هل يصلي إمامهم في وسطهم يعني في الصف وجوبا أو استشبابا؟ قولان، والصحيح أنه يصلي بينهم وجوبا لأن تقدم الإمام في غير هذه الحال سنة وهو مأمور بأن يستر عورته.